قول حوالي كله جهد من 1500 ل 5000 كله على الجهد. وهذه ب 1500 2000 كلشي عيد الدرويش عيد والغني عيد. يقولوا العيد زي هذا واه العلف اللي غالي شويه امال المراه في بلاصه العلف اللي مذوب في الثمن شويه بحال العلف والعلف راه 5 دراهم الكيلو بحال 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 الشعير بحال الدره بحال الفول 10 دراهم الكيلو. العلف اللي خلى الحولي طار دابا الحولي كان كياكل 1000 درهم في العام هذا العام كان 2000 درهم كساب الله يسلم المرس. كيجي المواطن كيتقدم وكيجي بعنا في البلاد ومن جينا تالي بعنا شي بركه الله يجعل البركه ولكن الناس مضروره شويه الله يسلم الله يسلم نصح المواطن ما يكونش كيتسي كريم يكون عارف طبيعي الفول الدراق والجلبانه والشعير هذا هو يعرف طبيعي شي حاجه اخرى ديال المركبات لا السكاليم وداك الشيء لا ما خصوش يكون كاينه فهمت. تاثير مثلا ارتفاع ديال الاسعار واش اثرت عليكم نتوما؟ اثرت علينا احنا بزاف في العلف ما في الحولي هذا شي حاجه طبيعيه العلف اللي مرتنا شويه اثر علينا بزاف منهم هذا هو جالس حدايا كيبيع شي في العلف هما اللي كيدي مني جملين ثلاثة في العام هذا العام غيدي مني ستة الملايين دوبل داك الشيء يقول لك بالقوة هذا هو راس هذا كيفاش يشرب العلف كنا كنحطو في الحي المحمدي وحبسونا تما وين كنجيو لهاد السيد برنوسي فرح بينا تا هو الله يفرح به مرتاحين هنا كاين الامن كاين الضوء كاين الماء كاين كل شيء الحمد لله ونشكره ولاد البلاد مجموعين بزاف مأمنين كنمشيو ونجيو بخير وعافية. الحاجه اللي ناقصه هو الثمن كاين شويه والناس الله يحسن العون ما قابلاش الثمن هذا هو الحاجه اللي ناقصه عندنا حنا كنبغيو الغنم تكون رخيصه شويه العلف رخيص باش نيسروا مع الناس اللي زيد شويه الثمن هو اللي زيد في الحولي الثمن العلف هو اللي هو اللي زيد باش الحولي تزاد وما كانش العلف غالي الحولي ما يكونش غالي هذا هو اللي كان دابا الفلاح مرت وتا اللي غيعيط هو مسكين راه هو على قد كله على قد حاله غيعيط كله باش غيعيط كل اللي بغى يعيط ب 140 كل اللي بغى يعيط ب 100 كل اللي بغى يعيط ب 90 كل اللي بغى يعيط ب 40 كل اللي بغى يعيط ب 30 كله علاش كله على حسب المستوى ديالو كل واحد غنحيد وتا الفلاح تا هو الحسن تقال عليكم غاليه الفلاحين يعني الف هو اللي غالي الف اللي غالي ريحنا ما تنجيش هنا خلينا الدرا الشعير الفول كل شيء غالي اي حاجه اي حاجه ديال العلف اي حاجه ديال اللي كتاكل المواشي غالي اي حاجه اللي كتاكل المواشي غالي واش كيجي المواطن كيتقدم هو باقي يلاه دابا يلاه حطينا اليوم المهم باقي نبغي يلاه يبدا يشوف كيجي دور يشوف شوف شي شركه غادي يجي السلكه كيقول لك ان المواطن يعني البسيط شطري ديال السلك سعد سعد سعيد مالك كلشي غايعيد ان شاء الله حتى واحد ما غيبقى بلا عيد كلشي غايعيد لا اللي عاد ولا ما عادوش حتى واحد ما غيبقى بلا عيد كلشي غايعيد ان شاء الله ولو كاين الثمن شويه بلا مراه شويه غي شو واحد يزيد شويه ونقص شويه وصافي الثمنه اللي كاينه زعما زايده شويه زايده شي 500 درهم شنو بالحوالي مزيود هذا العام اللي كياخذ ب 50 دابا يولي ياخذ ب 60 اللي ياخذ 70 ياخذ 80 اللي ياخذ 80 ياخذ 90 كاين اللي كيجيب كاين اللي فيه الحبوب كاين اللي فهمتي كاين الغش في هذا الشيء ماشي ما كاينش فهمتي البيع والشراء غشاشه ولكن الكسام ما كيغش واش اللي كيبيع ويشري البيع والشراء كيغش في الغلب فهمتي انا كسام ماشي بيع وشراء كنعلف على الفول كسام الفلاح فول ب 8 درهم الكيلو واش كناخذوا للغلمي ياخي موجود العام شويه ماشي ما موجودش بزاف ما كاينش بزاف المهم غادا ماشي الغلام ما غادا تشيط ما غادا تخص كلشي غيعيط كاين الخير كاين الخير اثر عليكم شويه ماشي شويه بزاف 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 كاع ماشي غير شويه كاع كيتزاد نص بالنص كنت كتاخذ الحاجه ب 50 الكيلو وليت كتاخذها ب 100 120 110 90 بزاف سمعنا واحد الحاجه اخرى يعني المواطنين ما كيعرفوش يختاروا شنو نصيحتك لهم؟ واش غنقول لك كله على حساب كيشري على العين كله على حسابه كل اللي كيشري باغي يشري على العين كل اللي كاع العين هي اللي كتشري انت كتقول لي قلب الحولي ويقول لك العين اللي كت اللي غتاخذ ولكن خصك خصو يقلب من حقه يقلب القرا هذا كيبيع العين فهمتي خصو يقلب من حقه يقلب واش داك التمييز مثلا الحولي العادي على الحولي كيبان لك خلال الشوفه الشوفه كيبان لك هذا سردي هذا ماشي سردي هذا عادي هذا ما هذا الحرود لا خلال الشوفه ديال الانسان كل الشوفه ديالو راه كيبان لي اللي كساب وعارف كل عام كيعيد راه كيبان لي الحول ولي يكون ما صارش العيد ما كاين اللي يكون في مارس لي قرنو كي يكون المهم فيه شي حاجه مول شي حاجه فيه زياده دايز هذاك اي حاجه تكون زياده دايز
اي حاجه تكون فيه زياده ديز فردي عنده وحده ديز لكن زياده كاع ورديز كان زيد عدم ضروب مديش كان فيه الحبوب مديش قال الحوالة اللي في الحبوب ما يزينش خاص ما كيدو يكون زين ما يزينش ماشي زياده فيه الحبوب توقع فيه هذاك ما دايش والله جديد بالتليفون هذا هو اللي كاين باقيين يعيدوا مثلا بالنعجه والنعاس واش ديز لهم عيد ديز زيد هو جماعه ديز حوليه بالنعاس هذا جماعه حوليه الحوليه ديز واش من عجبك بلاك حوليه شحال ديال الثمن ديالها على خلال كاينه حتى ل 40000 كاين ديال 30000 كاين ديال 20000 كاين ديال 16 كاين ديال 24 كاين ديال خلال كله على حسب المستوى ديالو كلشي اللي عنده بعدو 1000 درهم يعيد بحوليه ما يدخلش وماشي زوينه ماشي خايبه كاع زوين راه الثمن ديال الحوليه واش طالع الحوليه ولا الحولي طالع الحوليه بحال بحال الثمن واحد بحال بحال الحوليه بحال الحوليه بحال بحال عندك تاكل الحوليه كياكل الحوليه الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد